أعبر عن وقوعي في غرام هذه المجموعة. كل قصة محتاجة كلام كتير لوحدها، فصعب إن أنا أتكلم عن المجموعة كلها. اتكلمت عن بعض القصص يعني، من صوفي منير حنا إلى صوفي عبد الله، أو من الأب الباترونيست الذي يحقق خيال المصمم ليصبح واقعا جماليا، للابن الكاتب الذي يفعل نفس الفعل من خلال الكتابة، من نجاة الصغيرة وطالبات الثانوي إلى كوثر والمذياع الصغير، من المترو وحرب اليمن إلى قتال الجبهة بقناة السويس. ثنائيات طازجة تم اختراعها للتو لتصنع حالة من الجمال الخاص، وكأنما نحن أمام مقطوعات موسيقية قصيرة. أولها سؤال وجواب السؤال سؤال آخر في النهاية. أما حبرة الأشياء المنسية فهي حالة الحلم الساحر، والتي قرأتها واستمتعت بها من قبل، ولم ينقص ذلك من متعة قراءتها الثانية. هدى كمال والعمر الأول، حديقة الميريلاند، وذلك الصغير الواقف باكيا خارج المشهد، التفاصيل الصغيرة الضائعة، وغرفة سحرية تحفظ الأشياء المنسية، دوران صغير حول الزمن، حول العمر وتذكاراته القديمة، أو ربما هداياه الأولى التي لم يعد منحها مرة أخرى. أما الإطفاء القديم وسيرته، فرأيت فيها فيلما سرياليا قصيرا، إشارات ورموز، روائح وأصوات وحركات ليلية ينسحب صاحبها نحوها دون أن يفهم هو حتى. خذلته المرأة صاحبة التاريخ، وخذله التاريخ نفسه، ليعود في الأخير مؤكدا لنفسه ألا تاريخ هناك، كلها روايات لأصحابها الذين لم يتبينوا جيدا أمر الحقيقة قبل أن يصفوها. أما سعد الطالع ودفوري وبدر والوزير والتشريفة فهي اقتطاف آخر من شجرة الزمن، تلك الشجرة التي شغلت الكاتب هي واقتطافها كثيرا في هذه المجموعة. سعد الطالع ذلك السوداني الذي نسيه الزمان والمكان أيضا، وباد لهما النسيان، أراد أن يصنع زمنه الخاص ويوقفه بلا حراك. وبطل آخر داخل ذات القصة يراقب الزمن من أعلى على شرفات تلك البناية العتيقة، ويتصور أنه يمكنه أن يمسك الزمن بيديه. أحببت المجموعة كثيرا، وتوقفت مليا أمام كثير من تراكيب الجمل والمفردات. هناك لغة خاصة، لغة تحكي بحساسية شديدة أفكار كبرى، وكذلك هناك نحن في هذه اللغة، فلم تترك ترهلا باديا في جسد النصوص، وكذلك هناك إيقاع ملحوظ في اللغة والبناء، فتعلو نغمة الحكي وتهبط بتأثير محسوب لتختتم كل لحن خاتمة قوية. كل الشكر أستاذ سيد الوكيل على هذه المجموعة الكبيرة. شكرا لك.